المياه مو مثل أي شيء آخر، وذكرنا أنه يجب أن العراق يأخذ جدية ويكون يعني بشكل أنه المياه تكون على رأس أجندة أسبوعيا على أجندة رئاسة الوزراء، يعني الوضع القائم والإجراءات اللي تتخذ أسبوعيا. يعني فالوضع العراق احنا سبق وان ذكرت انه العراق حتى لا تهضم حقوقها، ما عندنا شحد مياه بالعراق ولا عندنا ندرة مياه، عندنا نقص بالمياه بسبب ما قامت به كل من ايران وتركيا بحجز حصص العراق المائية وسوء الادارة المتوفر اللي موجود عندنا، هذا اللي هو اللي يخلي العراق في وضع مأساوي خطير، انه الكمية المتوفرة قليلة وملوثة وسوء استخدامها بكافة المجالات سواء استخدامات منزلية أو صناعية أو زراعية. يعني كثافة السكان تؤثر أستاذ رمضان على هذا الموضوع؟ نعم نعم تؤثر، وحتى الوعي يؤثر، الوعي أنه الدولة من يصير بها فساد بشكل كبير تفقد العدالة، ولهذا احنا من نقول إدارة المياه نذهب إلى الحوكمة، الحوكمة المياه، حوكمة المياه تختلف عن الإدارة في بعض المفاصل بها المساعدة. أستاذ رمضان سؤال يعني مداخلة صغيرة، هل مسألة هدر المياه وعدم حوكمتها كمية هذا السبب في مقابل ما تسببت به مسألة قطع الأنهار وبناء السدود؟ لا هذا جزئي، هذا جزئي، المفروض الأساسي يكون لك حصص، يعني حصصك تكون ضمن القانون وضمن العرف موجودة. بس لجنة العلاقات الخارجية أستاذ حمزة ما يقولون، أستاذ رمضان يقولون إحنا ما عندنا أي علاقة بهذا الموضوع ولا فاتحين أي ملف بزياراتهم، لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان ما متحدثين بهذا الموضوع أبدا مع تركيا أو مع إيران. وهذا هو الخطأ القاتل، انه الجهة التشريعية بالبلد تكون غايبة عن مستقبل البلد، انه البلد مهدد بالهجرة، البلد مهدد بالأمراض، البلد مهدد بأشياء كبيرة. يعني احنا السيدة نجي ناخذ الأمراض اللي تيجي سواء بالإنسان أو بالثروة الحيوانية أو بالزراعة، إذا نقلل من هذه نوفر مياه والمياه تكون نظيفة وتكون جيدة بكميات مناسبة